السلام عليكم، أنا ذو الفقار شمس، وهذا عزرائيل، وهذا ممرضات، هذه صرخة خارجية للمكعب الأبيض من قذيفة المدفع. الصحف فمن برأيك أنت صرح من كبت القلم بظلم في الفجر من امتدت أجنحته على مد البصر كلا لا وزر دور الشيطان فقط اقتصر على تجريد آدم مما عليه فطر والكل آدم الكل في خطر إن كان الفكر لوث والحق ما خطر ما عبر على معارج السماء فأنزل المطر ما زال الضوء من الظلام بانشقاق في القمر فكيف نلوم الطاغوت على حصادنا الثمر من زرعنا للجهل والسمر حتى الضمائر ماتت ونورنا ضمر إن حرقت مكتباتنا فالعلم في الشجر في التراب في السماء في الأقلام في العيون في الأجساد في قاع الوادي في صرخات الجنون واكثروا في أنفسهم أفلا يبصرون قلوبهم قاسية عقولهم متناسية تحت سقف كل فرعون تعيش آسيا على دماء ذبيح الظلم تمسي بعين آسيا ففض بالعلم بحرا أمواجه العمى وادعو الأرواح ترقص تدور في سما وتشدو في سكون بأنغم الشجا عرق جبينك قطرات الندى يا شذا حصاد بذور العدل غدا بين ورقة وقلم حرق كل صنم قتل كل ظالم من زرعه نما معارض لمشكلة ما لحلها انتمى فهجهم لست وحيدا نبض السامع نما لا سبيل على من في أحضان الموت ارتمى قم بنا فما رميت إذ رميت لكنه رمى زمن بعيد فلنعيد الهمة لاستكشافنا حبل الوريد لاتباع كبرائنا بإصرار عنيد ليس سكوتنا عن ظلمهم تجرع الصديد ما الفريد في تجديد التهديد والوعيد أو ولدتم أحرارا فانقلبتم عبيد أتوني زبر الحديد